ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أبو طيب محمد، الوالد ديال أبو طيب جليلة، الجودة ديال المرحوم عبد الصمد بوتيجلة عبد الصمد. كنطلب الله الرحمن الرحيم الله يرحمه ويرحم جميع الأمة الإسلامية. بعد المناسبة ديال هذا المرحوم كنشكر في المقدمة جزيل الشكر رجال والإدارة الجهوية ديال الجمارك ديال طنجة والناس المسؤولين، الله يعطيهم الصحة والله يرحم الوالدين، ومن رأسهم لو غران ريسبونسابل دو لا ديوان دو طنجي وسعادة العميل والناس ديال الأمن. ما عندي ما نقول، الله يوفقهم في العمل ديالهم. ما عندي ما نقول لي زاسيستونت واحد المسؤوليه زعما قايمين بها اللي كيوصلوا واحد لو سيرفيس سوسيال. يعني اش غنقول لكم، تبارك الله على الجماريك ديال المغرب ديالنا، والله يحفظه والله ينصره. والحمد لله بكل صراحه عبدي موتيج عبد الصمد واحد النسيب، يعني واحد نسميه نسيبي، نسميه صديقي، نسميه الاخ ديالي والاخ ديال اكادير كامله وديال تارودانت بالخصوص. ايوا كنطلب الله الله يرحمه. كان ليه اخر اجل ديالو، كنطلب الله الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. ودابا الحمد لله يعني كان جينا قابطين الطريق، داكشي لحقوا طريقهم بلوتوروت بلومبيلونس برجال الجمارك ديال طنجي حتى نشكروا الاداره الجمركيه من طنجه حتى للقويره بصفه عامه في المغرب كامله. اييه نشكر الاداره ديال الجمارك المغربيه من طنجه حتى للقويره، وعاش الملك من الصغير حتى للكبير، وعاش سيدنا. هاد اللحظات الديوانه كامل كيتبع الفيديوهات اللي كنصور. حنا تنشكروا كنشكروا رجال الجمارك من طنجه حتى للقويره، من راسهم صاحب الجلاله محمد السادس، الله يخليه لنا الله ينصرو والله يغلبوا على العديان المغربي كامل. وانا بصفتكم راني متقاعد في البحريه الملكيه ابو طيب محمد، بروموسيون 77 فوزيي مارين كوموندوس، جي تي او زاير اون 1979 ايامات زاير، دابا كونغو ديمقراطيه ايامات موبوتو سي سي سيكو. راني حتى نخدمت مع بوات المدام ديالو، انا بوات شفتي في دابا. نعم راه الاب ديال المدام ديالو. نعم عبد المدام ديالو انت. انا الوالد ديال انا الوالد تاع المدام ديالو. انا الاب ديال جليله مرت عبد الصمد ابو طيب محمد، جليله ابو طيب. وانا الوالد ديالها راه عندنا بروموسيون 77 لا ماري رويال، لو برومي باتايون دو ديباركومون دو لا ماري رويال، اي تروا ميداي لا ميداي. الزوجه ديالو مازال بالحياه ديال لا زون سود اللي كذب هادشي هذا. لا ميداي دو زاير وسام اللي استحقاق من عند سيدنا الله ينصرو لينا. ابو طيب محمد كيتكلم معكم في هذا المنبر بالنسبه للاشاعات اللي قالوا، هذيك الاشاعات اللي كيقولوا عباد الله بعض الصحافه الله يهديهم، معها مرسو بنتها هي حدايا، هي في الدار الله يطولها عمرها، بنيتها هو معايا. اشي عاد خاويه هذا كانت واحد من الصحافه يبقى يعني ياخذوا واحد داكشي بجد، عادي يهضروا عادي يركزوا، ما لهم كيتربوا حتى هما، يا انسان حتى يركز. وكنشكر هاد الصحافه عبير وشوف التي في والاخرين حتى هما الا كانوا كنشكرهم حتى هما، ولكن بعض الصحافه ما عرفتهمش. عاودوا لي بعض الاصدقاء بان قالوا شي واحد كيقول راه معاه الزوجه ديالو لا. الله اعلم ربي داك الشيء بركه الانسان. وكان من هذا المنبر هذا احنا قدام الجامع دابا غادي نصليو عليه ان شاء الله صلاة الجنازة وصلاة المغفرة والرحمة. نعم بارك في راسكم. أيوا بارك في راسكم، راه حتى هو راه ولدكم وراه خوكم وصديق ديالكم الجمارك. إيوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.